بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مستر عمرو سعيد. هنبدأ نكمل مع بعض دروس تفاضل تانية ثانوي علمي، تمارين على درس النهايات اللي خدناه الأسبوع اللي فات، وإن شاء الله نتابع مع بعض نشوف طريق الحل الجبرية لمسائل النهايات. أول حاجة احنا اتفقنا إن لما أجي أجيب نهاية دالة فلازم أعمل التعويض المباشر أولا. لما اجي اعمل التعويض المباشر هيطلع معايا اما حاجه من الثلاثه، يا اما يطلع صفر على صفر تبقى كميه غير معينه، يا اما يطلع عدد على صفر وتبقى الداله ليست لها نهايه، او يطلع رقم فتبقى خلصت النهايه ويبقى تمام دي نهايه الداله. في مساله زي اللي قدامنا عندي س تربيع ناقص 7 س زائد 12 على س ناقص 3 نهايه الداله عندما س تقول 2. كده احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها العامل الصفري، فبصيت تحت النهاية هلاقيها س تقول 2، يبقى أنا فهمت إن العامل الصفري هو س ناقص 2، هو دوت اللي بيجعل نهاية الدالة 2، طبعا بيجعل نهاية الدالة غير معينة. فلو عوضت هنا هعوض تعويض مباشر مثلا عن س ب2، 2 تربيع ب4 ناقص 7 ب4 اتنين، يعني 7 × 2 ب14 زائد 12. هنا عوض عن س ب2، يبقى 2 تربيع ادي 4 ناقص 7 × 2 ب14 زائد 12. هنا 4 و4، 4 و12 كام؟ 16. 16 ناقص 14 يبقى البسط بيساوي 2. هنا 7 × 2 ب14، هنا 4 و12، لا معلش انا اسف، المفروض دي 10، 4 و10 يبقى هنا 14، يبقى هنا سوري تبقى دي 10، 10 و4 14، وهنا عندي سالب 14، يبقى الناتج هيطلع معايا صفر. على طب نعوض هنا عن س ب2، معلش نشوفها تاني بس عشان ايه، نمسح بس المؤشر دوت، شوفها من الأول تاني. نعوض تعويض مباشر 2 تربيع ب4 ناقص 7 × 2 ب14 زائد 12 على 2 ناقص 3 بسالب 1. لو جمعنا يبقى عندي 4 ناقص 14 يبقى سالب 10، سالب 10 و12 يبقى هنا 2، 2 على سالب 1 الناتج بيساوي سالب 2. يبقى دي طلعت بالتعويض المباشر على طول بقيمة سالب 2. يبقى ممكن كنت تتخدع واعمل عمليه تحليل، لا انا لازم اعوض تعويض مباشر الاول واشوف. لو طلعت معايا صفر على صفر يبقى لازم هتخلص من العامل الصفري، لكن هنا ما كانش في عامل صفري وكانت المساله بتطلع بالتعويض المباشر على طول. طيب يبقى خطوه التعويض المباشر من اهم الخطوات اللي موجوده عندنا. نشوف كده المساله اللي بعدها برضه هنجرب عمليه التعويض المباشر. س تقول لسالب 1، هنعوض عن س بسالب 1، فلما نقول سالب 1 تربيع ب1 زائد س يبقى سالب 1 على س تربيع، يعني سالب 1 تربيع ب1 زائد 1 الناتج بيساوي موجب 1 سالب 1 معنى كده صفر، على 1 و1 2 يبقى 0 على 2 الناتج بيساوي صفر، وبرضه طلعت بالتعويض المباشر على طول فالناتج الأولاني بيساوي صفر. تعالوا نشوف المسألة اللي بعدها رقم 3. عندي هنا جذر وما نخافش من الجذور، برضه نبدأ خطواتنا ثابتة وسليمة. يبقى أنا ببدأ عملية التعويض المباشر وبعدين بشتغل واحدة واحدة. هعوض عن س بكام؟ بما تقول إليه من تحت انها، يبقى هنا س تقول 2، وبرضه هشيل س واحط 2 بس عندي علامة الجذر واخلي بالي. يبقى دلوقتي 3 زائد 2 في 2 اللي هي قيمة الس، على 4 في 2 ناقص 1، الناتج هيساوي جذر البسط 3 و2 في 2 ب4 و3 يبقوا 7، وتحت 4 × 2 ب8 ناقص 1 برضو 7،
جذر 7 على 7 يعني بكام؟ طبعا الجذر ده للآخر كده، جذر 7 على 7 يعني بواحد، يبقى الناتج بيساوي 1، وبرضه بالتعويض المباشر. طبعا مش كل المسائل هتبقى تعويض مباشر، بس أنا عايز أقول لك إن كلمة التعويض المباشر مهمة جدا في الموضوع. تعالوا نشوف بعد كده مسألة س تؤول لصفر، ونجرب بقى التعويض المباشر هنا ونشوف هيعمل معانا إيه. نشيل الس وهنحط صفر، فيبقى جذر 0 زائد 1 ناقص 1 على 0. لو جربنا اللي فوق، 0 زائد 1 بـ1، جذر 1 بـ1، يبقى 1 ناقص 1 على 0، فالناتج هيساوي 0 على 0. 0 على 0 ده معناها ايه؟ معناها كمية غير معينة زي ما قلنا في الأول. يبقى 0 على 0 كمية غير معينة وواجب عليك تعيينها. طب ايه اللي خلاها كمية غير معينة؟ ان وجود عامل صفري. مين هو العامل الصفري هنا؟ هو س تساوي 0، يعني هو س ده العامل الصفري. خلاص نبدأ المسألة ان احنا نبدأ نشوف هنتعامل معاها ازاي. طبعا الجذر ناقص او زائد عدد على س، يبقى افتكرنا ان انا عندي 3 حالات، ممكن اعمل تحليل، ممكن اعمل ضرب في مرافق، وممكن اعمل القسمة التركيبية. طبعا اللي قدامي دوت شغل الضرب في المرافق، فطبعا شكل المرافق اللي عندي عشان اجيبه هنبتدي نقول هضرب المقدار اللي قدامي ده في المرافق بسطا ومقاما. يعني هنا جذر س زائد 1 على س زائد 1، ده هو ده مرافق الجذر اللي قدامي ده، اللي هو الجذر اللي فوق دوت، جذر س زائد 1 ناقص 1. هنبدأ نكتب مسألتنا لها س تؤول لصفر، شرط الكسر، المسألة الأصلية اللي هي جذر س زائد 1 ناقص 1 على س، وأقول فيه شرط الكسر المرافق. المرافق اللي هو دوت نفس الجذر بس بإشارة مخالفة، فهنقول جذر س زائد 1 زائد 1 بره، يعني نفس الجذر زي ما احنا شايفينه، هو الجذر هو الجذر، بس بدل سالب هتبقى موجب، والواحد هو الواحد على نفس الجذر تاني. طب ليه بضرب في المرافق وسطا ومقاما؟ عشان ما بقاش غيرت المسألة، لأن أنت لما تضرب في جذر س زائد 1 زائد 1 على جذر س زائد 1 برضه زائد 1، يبقى كأنك ضربت المقدار كله في 1، فما غيرش المسألة، يبقى كل المقدار ده بيساوي 1. ناتج الضرب بقى ما نخافش منه، فنقول ناتج الضرب هو عبارة عنها س تؤول لصفر. نشوف ناتج الضرب مع بعض. الجذور لما بتضرب في بعضها اضرب الجذر في نفسه، طبعا بشيل الجذر ببساطة، يبقى س زائد 1، وبعد كده ضرب المترافقين دايما إشارة سالبة، 1 في 1 بـ1، يعني بنقولها مجازا سالب في موجب بسالب، 1 في 1 بـ1. تحت في س، ما تضربش اللي تحت، المرافق مرافق البسط، يبقى مالكش دعوة بالمقام، شيء حط المقام زي ما هو جوه أقواس، يبقى هنا س زي ما هي اللي هي ديت، وبعد كده قوس التانيين جذر س زائد 1 زائد 1 مش هضربه، هسيبه بره كده. طيب ملاحظ ان العامل الصفر اللي قلت عليه اللي هو السين ده ظهر عندي تحت، لكن ظهر فوق، ايوه ظهر فوق بس مستخبي. يعني انت عندك دلوقتي موجب 1 سالب 1، هنشطبهم مع بعض، اللي هيتبقى في البسط سين، هروح شاطب السين مع السين ويتبقى لك في البسط 1، فيبقى كده 1 على جذر س زائد 1 زائد 1. بعد ما اشطب العامل الصفري هبتدي اعوض في المسألة من دون كتابة انها، فهلاقي نفسي بقول 1 فوق وتحت جذر 1، بعد كان س احط صفر، يبقى 0 زائد 1 بـ1 زائد 1، جذر 1 بـ1 و1 يبقى 2، ناتج المسألة في النهاية هيطلع نص، الإجابة رقم ج. تمام، نشوف مسألة تانية، السؤال الخامس. طبعا شكل المسألة مش حلو ومرعب، فببتدي أبص عليه. بنقول هنا دناها س تؤول لباي على 4،
ظا سين على سين. طبعا احنا عندنا حاجه اسمها نهايه الدوره المثلثيه لسه ما خدناش، هنخش عليها. بس اول حاجه انا بعملها يا جماعه بعمل عمليه التعويض المباشر. التعويض المباشر هنا ببتدي اعوض عن سين بباي على 4. نعوض عن سين بباي على 4 كده ونشوف، يعني ما تخافش من بدايه المساله، تعويض مباشر عادي. هتقولي ظا باي على 4، معروف ان باي على 4 دي اللي هي 45 على باي على 4، الناتج هيساوي ظا باي على 4 يعني ظا 45 بكام؟ بواحد. طب على باي على 4، على باي على 4، انت عارف اكتر مني ان كلمة باي المقام بنقول عليه بسط، فعشان كده بنقول الناتج هيساوي الأربعة تطلع فوق مكان الواحد، فيبقى 4 في 1 ب 4 على باي، وبكده ظهرت النهاية عدد. طيب موجودة الإجابة أي رقم؟ جيم. ماشي، نشوف بقى رقم 6. رقم 6 هنبتدي بقى نشوف بعض المسائل هي أفكار شوية وأفكار لطلبة علمي. يعني هنا بيقول لي مثلا إذا كانت نهى سين تقول 2 بتساوي لسين تربيع ناقص 4 ألف على سين ناقص 2 لها وجود. خلي بالك من الكلمة دي كويس أوي، النهاية لها وجود. يا إما يبقى طالما لها وجود فإن ألف تساوي كام؟ سالب 1، 1، 2، 4. هنشوف كده واحدة واحدة ونركز شوية يا جماعة. معنى أن الدالة لها، أو النهاية دلوقتي الدالة اللي قدامي دي لها وجود، معناها ايه؟ طب تعالوا نشوف لو عوضت كده تحت في المقام سين تقول 2، يبقى 2 ناقص 2 هيديني تحت بصفر. لما يكون تحت صفر يبقى اكيد اللي فوق عشان تبقى ليها وجود، اللي فوق عدد ولا صفر؟ لا، عشان تبقى ليها وجود يبقى لازم، طالما المقام صفر يبقى لازم البسط يبقى صفر. فبنقول صفر على صفر دي كمية غير معينة، ويجب تعيينها بشرط العامل الصفري. فعشان كده طالما هي لها وجود والمقام هنا بيساوي صفر، يبقى فهمت ان لازم البسط نفسه بيساوي صفر عشان يديني كمية غير معينة بتساوي صفر. طب هتصرف ازاي؟ ايوه، هاخد البسط وهساويه بصفر. يعني هقول له ان س تربيع ناقص 4 ألف بتساوي صفر. السبب في ده يا جماعة قلنا ان السبب ان الدالة لها وجود. طالما لها وجود يبقى قلنا هي احدى الناتجين، يا اما عدد يا اما صفر على صفر اللي هي كميه غير معينه عند التعويض المباشر. طب المقام صفر يبقى مش هتطلع عدد، يبقى اكيد هتطلع صفر على صفر، يعني البسط يساوي صفر. فباخد البسط اساويه بصفر، وبعد كده اقول له يبقى س تربيع، احنا عايزين قيمه الالف، يبقى بعد ما بساويه بصفر نمسح بس دي كده، بعوض عن س بكام؟ لان ده هيساوي صفر امتى؟ عند التعويض عن س ب2. اهو زي ما عوضت عن س ب2 في المقام فطلعت صفر، برضه لما اعوض عن س ب2 في البسط برضه هتطلع صفر. هعوض هنا عن س ب2، يبقى اقول له 2 تربيع يعني 4 ناقص 4 ألف بتساوي صفر. يبقى هنا 4 بتساوي 4 ألف، يبقى اذا ألف لما اقسم على 4 في الطرفين يبقى الألف بتساوي واحد. يبقى هي رقم ب. بالنسبة لنا تاني بنقول إذا كانت الدالة النهاية الدالة لها وجود، نهاية الدالة لها وجود، النهاية لها وجود، فعندي احتمالين، إن يكون الناتج عند التعويض المباشر بيساوي رقم حقيقي، عدد حقيقي، أو إن بيكون بيساوي صفر على صفر لوجود عامل صفري. فلو لقيت المقام بيساوي صفر عند التعويض او البسط يبقى اكيد التاني بيساوي صفر، يعني لو كان المقام بيساوي صفر يبقى البسط يساوي صفر، لو كان البسط يساوي صفر يبقى اكيد مقام بيساوي صفر عند التعويض عن س ب2. يبقى هاخد البسط اساويه بصفر بس لما اعوض عن س ب2، فساويته بصفر وعوضت عن س ب2 طلعت لي قيمه المجهول الف. مسألة تانية شبهها، هنا برضو فيها ألف س تربيع نهى س تقول لسالب 1 س تربيع ناقص ألف ناقص س في س ناقص ألف على س زائد 1، دي بتساوي 4، فإن ألف بتساوي كام؟
طب هو هنا ما قاليش لا هو بو، ده قال لي الناتج بتاعها بيساوي 4. يبقى في الحالة ديت عشان أجيب قيمة ألف، يبقى هي لها وجود ولا ملهاش؟ أه طبعا دي ليها ناتج ولها ناتج عدد حي، لكن تعالوا لما نعوض عن س بسالب واحد تحت. لما عوضت عن س بسالب واحد تحت بص كده هتقول سالب واحد موجب واحد هيديك كام هنا؟ أه هيديك صفر. يبقى في التعويض دوت المقام هيديني صفر، لسه قايلين في المسألة اللي فاتت. إذا كانت لها وجود ولما عوضت عن س بما تقول إليه النهاية لقيت إن المقام بيساوي صفر، يبقى أكيد البسط هو كمان بيساوي صفر. يبقى في الآخر أنا هاخد البسط وأساويه بكام؟ وأساويه بصفر، بس عند التعويض عن س بكام؟ بسالب واحد. يبقى أقول له إذا عند س تساوي سالب واحد س تربيع، يبقى هعوض هنا أكتبها الأول س تربيع ناقص ألف ناقص س في س ناقص ألف بتساوي صفر. أما ليه 4 ديت؟ دي بتظهر لما أتخلص من العامل الصفري وأعوض عن س بسالب واحد فيكون الناتج 4، لكن هنا مش 4، هنا بتساوي البسط لازم يساوي صفر في الأول لأن المقام بيساوي صفر عند التعويض المباشر. طيب هنشيل س بقى ونحط سالب واحد، يبقى سالب واحد تربيع ناقص ألف ناقص سالب واحد في سالب واحد، أنا أي س هشيلها وأحط سالب واحد ناقص ألف بتساوي صفر. نكمل كده، سالب واحد تربيع بواحد ناقص، نخلص ده كده سالب سالب بموجب يبقى ألف زائد واحد، وفي بره سالب يبقى سالب ألف ناقص واحد. سالب ألف ناقص واحد سالب ألف موجب واحد، ده كله هيتضرب معايا في سالب واحد فنغير الإشارات يعني، يبقى هنا سالب واحد ناقص ألف هتساوي صفر، يبقى هنا واحد سالب في سالب أدي موجب يبقى زائد ألف زائد واحد ناقص ألف، هنا سالب ألف سالب ألف زائد ناقص ألف كمان بتساوي صفر. يبقى هنا سالب اتنين ألف زائد اتنين سالب اتنين ألف زائد واحد أيوة هتساوي صفر. يبقى سالب اتنين ألف هتساوي سالب واحد، هقسم على سالب اتنين يبقى الألف هتساوي نص، يبقى الاختيار رقم د. نشوف مسألة بعدها. اه من المسائل المهمة برضو نخلي بالنا لما نتكلم كده عن المسألة دي، نفس الكلام هي لها نهاية، نهايتها بتساوي كام؟ اتنين. طالما الدالة لها نهاية وتساوي اتنين، يبقى في الحالة ديت نتيجتها عند التعويض المباشر يا اما عدد يا اما صفر على صفر. طب ابص كده للمقام س تقول لصفر، لو حطيت المقام هيجيب صفر، يبقى اكيد البسط بيساوي صفر عندما س تساوي صفر. فدي انا عندي مجهولين، فطالما عندك مجهولين يبقى لازم تشتغل مرتين او يكون عندك معادلتين عشان تطلعهم. فواحده واحده هنطلع من المعلومه الاولى ان انا بقول عند س تساوي صفر البسط هيساوي صفر والمقام هيساوي صفر. طيب هنعوض البسط، نقول عن س بتساوي صفر ونساوي البسط بصفر، يعني جذر م بصفر زائد ك وفي ناقص 3 بره الجذر هنساويها بإيه؟ بصفر. فطبعا ده بصفر، يبقى عندك جذر ك ناقص 3 بتساوي صفر، يبقى هنا جذر ك
هتساوي 3 تربيع الطرفين، يبقى الكاف هتساوي 9. طلعنا الكاف ب9، نرجع نشوف الميم بقى، عايزين نطلع الميم. يبقى لو عوضت هنا عن كاف ب9 في المسألة من الأول تاني، وبص على المسألة بتساوي 2 النهاية. يبقى لازم أعمل إيه هنا؟ أقول إن جذر دي المسألة، طبعا أكتب إنها الأول، المؤشر مش مساعدني بس إنها عندما س تؤول لصفر جذر ميم س، وأنا عرفت الكاف يبقى زائد 9 ناقص 3 على س، النهاية دي بتساوي 2. فأنا لو جبت النهاية، قيمة النهاية هساويها ب2. طب ازاي بجيب نهاية الجذر زي المسألة اللي قبل اللي فاتت اللي شفناها من شوية؟ طبعا في جذر تربيعي ناقص عدد على س، وهنا س تؤول لصفر، والمعامل الصفري هو س، فعشان كده هقول بالضرب في مرافق البسط، يعني في جذر م س زائد 9 زائد 3 على نفس الجذر م برضو س زائد 9 زائد 3. بضرب بسطا ومقاما، فبقول له الحكاية هتكون لها س تؤول لصفر، واضرب زي ما تعرفنا جذر في نفسه بشيل الجذر، فبقول م س زائد 9 ناقص 3، يعني سالب 9، يعني سالب 3 في موجب 3 بسالب 9 عندي. مش الماوس مش مساعدنا، موجب سالب 9 على س زي ما اتفقنا اللي تحت ماليش علاقة بيه خالص، انا اقول س وافتح قوس واكتب الجذر التاني م س زائد 9 وبره الجذر زائد 3. هلاحظ ان هنا 9 راحت مع 9 والس راحت مع الس، هيتبقى لي فوق ميم على الجذر ده. الكلام ده هيساوي كام يا جماعة؟ الكلام ده هيساوي 2 لو عوضت عن س بكام؟ بصفر. يعني بعد ما خلصت خالص عملية الضرب في المرافق ومشيت المسألة زي ما هي عايزة، بعد كده هساوي الناتج بتاعنا ب2. نكمل المسألة في الناحية دي، نشوف كده. هاجي اقول هنا اهو بتساوي 2، يعني هعوض عن س بصفر، فهنا ما عنديش فوق غير ميم، وتحت في عندي س جذر قوس، يعني جذر س زائد 9 زائد 3، كل ده بيساوي هساويه ب2 وعوض عن س بصفر، يبقى الناتج م على، طبعا كنت شلت السين دي قبل كده خلاص، يعني هي مش موجودة فعلا، لما شلناها هي كانت العامل الصفري. م على جذر، عوض عن س بصفر يبقى 0 زائد 9 ب9، جذر 9 ب3، يبقى تحت عندك 3 زائد 3 هتساوي، الكلام ده كله هيساوي 2،
يبقى عندي ميم على ستة، ميم على ستة بتساوي اتنين، يبقى الميم بتساوي 12، ميم ستة ب12. طب طلعت الميم عندي ب12، وانا مطلع الكاف قبل كده ب9، وهو كان طالب، خلي بالك كان طالب ميم على كاف، كان طالب هنا ميم على كاف. طب اجيب ميم على كاف ازاي؟ من عندي اهو، ميم ب12 وكاف على 9، يبقى هتساوي 12 على 9. مع الاختصار لو قسمت فوق على 3 هيدينا 4، قسمت فوق على 3 تحت على 3 هيدينا 3، هيبقى الناتج 4 على 3 اللي هي الإجابة رقم د. تاني كده بسرعة بنقول هنا، هو بيقول لي إن النهاية دي بتساوي 2، معناها أن البسط والمقام أو ناتج التعويض عن س بصفر إما رقم حقيقي بيساوي 2 على طول أو كمية غير معينة. فلما شفت كده لقيتها بتساوي المقام بيساوي صفر، فاستحالة تطلع 2، يبقى هي أكيد صفر على صفر. فاستغليت الموضوع دوت وخدت إن البسط بيساوي صفر، يبقى إذا قال لي الكلام ده ولقيت المقام بيساوي صفر أساوي البسط على طول بصفر. أساوي البسط بصفر لما س تساوي صفر، عوضت عن س بصفر وسويت البسط اللي هو دوت بصفر، فطلعت لي الكاف ب9. بعد كده حطيت المسألة عادي، قيمة الكاف اتحطت، فلقيت إن ده جذر تربيعي ناقص عدد على س، وس تؤول لصفر، معناها إن العامل الصفري هو س وظاهر تحت. يبقى أنا عشان أتخلص من العامل الصفري لازم أضرب في مرافق البسط بسطًا ومقامًا. فمين مرافق البسط؟ اللي هو ميم س زائد 9 ناقص 3، اللي هو زائد 3 بقى، وتحت زائد 3. قلنا بنضرب بسطًا ومقامًا عشان كأني بضرب في واحد، يبقى ما غيرتش المسألة. ضربت الجذر في الجذر بشيل الجذر، وبعد كده يتبقى لي موجب 9 سالب 9، شطبتهم مع بعض. الكلام ده اول ما اعوض عن س بصفر هيساوي 2، هيساوي قيمه النهايه اللي هي بتساوي 2. خلاص يبقى مش باقي لي فوق غير ميم هنا اهو، وتحت عندي الجذر زائد 3 هسويهم ب2، بس هعوض عن س بصفر، فيبقى 0 زائد 9 ب9، جذر 9 ب3، 3 و3 6، يبقى ميم على 6 بتساوي 2، يبقى الميم بتساوي 12. بعد كده اشوف طلبه ايه، يعني انا ممكن يكون حاطط لي الاجابات يعني موجوده 12 و9 والكلام دوت عشان يلخبطني، لكن انا هو عايز ميم زائد كاف، عايز ميم على كاف، عايز كاف على ميم، على حسب ما هو عايز. فلقيته عايز ميم على كاف، قسمت 12 على 9 فطلعت 4 على 3. نتنقل لمسألة تانية. مسألة من المسائل برضو اللي هي مهمة، بنقول هنا ركز كده، إذا كانت دالة تحقق أن س في دالة س زائد 1 تساوي دالة س زائد س تربيع. تاني نقراها صح، هو هنا بيقول لي الدالة دي دال تحقق العلاقة اللي قدامي دي. العلاقة بتقول س في، هنا مش دالة س، لا س في دالة س زائد 1 تساوي دالة س زائد س تربيع. أنت لو فاهم إن دوت عبارة عن قوس هتضرب أو هتفك القوس ما يكونش عندك مشكلة خالص، هتفك القوس وبتاع وبعد كده تشوف هو عايز إيه. هو هنا بيقول لي فإن نهى دالة س عندما س تقول له 1 بتساوي كام؟ 1 ولا 2 ولا 3 ولا 0. طيب لما نبص كده للداله اللي هو مديها لي او العلاقه اللي هو مديها لي، اقول ان انا شايف قدامي ان ده قوس وفي س بره القوس، ايه المشكله؟ ما تيجي نضرب ونشوف. طيب نضرب، يبقى هنا س في داله س فتبقى س داله س زائد س في 1 برضه س تساوي داله س الطرف الشمال مفهوش شغل زائد س تربيع. طيب انا عايز ايه؟ انا عايز نهايه داله س. طب انا شايف في الطرفين في داله س، ننقل داله س مع داله س والس تروح مع الس، يعني عمليه تبادل. يبقى هنا س داله س ناقص داله س هتساوي س تربيع، وادي موجب س تروح الناحية التانية بسالب س.
لقيت عندي حدين وفيهم دالة س عامل مشترك، ممكن فاخد دالة س عامل مشترك، فاقول ان دالة س، لان في الاخر في النهاية انا عايز احصل على دالة س. تعالوا نكتبها تحت هنا احسن، دالة س وافتح قوس عشان باخد عامل مشترك. ابص هنا دالة س دالة س على دالة س يطلع لي س، ناقص دالة س على دالة س فيها الواحد، اوعى تنسى ما تسيبهاش فاضية. يبقى انا خدت من ده عامل مشترك دالة س تساوي الناحية التانية هيكون س تربيع ناقص س زي ما هو كده. اعتقد ان احنا فهمنا، قدرنا نستخلص دالة س اللي هو عايز نهايتها لما س تقول لواحد. دالة س هتساوي هقسم على س ناقص واحد في الطرفين، يبقى عندك س تربيع ناقص س على س ناقص واحد. لو حبيت تبسط الدالة فهتقول انها بتساوي في الاخر خالص في فوق س عامل مشترك ما بين س تربيع وس، لو اخدت س عامل مشترك هيتبقى لك س ناقص واحد على س ناقص واحد، هتشطبهم مع بعض. يبقى دالة س عندي بتساوي يا جماعة بتساوي س، يبقى دالة س هنا بتساوي س. طب هل هو كان عايز دالة س؟ لا، ده هو عايز نهاية دالة س عندما س تقول لواحد. قال له إذا نهاية دالة س أو س عندما س تقول لواحد لدالة س اللي هي مين بقى دالة س؟ اللي هي السين نفسها هتساوي، أظن دي بقى عملية تعويض مباشر، هعوض عن س بواحد يبقى الناتج هيساوي واحد. فهي مسألة خلطة عملية جبرية بس الشكل هو اللي يخضك شوية، ما تتخضش. س مضروبة في دالة س زائد واحد، وهنا دالة س زائد س تربيع. هو هنا عايزك تستخلص دالة س وتعرفها هي بكام، هتضرب س في دالة س زائد س في واحد، يبقى س دالة س زائد س بتساوي دالة س زائد س تربيع. هودي دالة س مع دالة س والس مع الس وأبدأ آخد عامل مشترك. العامل المشترك هنا دالة س هيتبقى لي س ناقص واحد، والناحية التانية برضو لقيتها س تربيع ناقص س، هاخد دالة س هقسم على س ناقص واحد في الطرفين، يبقى س تربيع ناقص س على س ناقص واحد. هلاحظ إن فوق برضو في س عامل مشترك، ممكن آخد س عامل مشترك، هيتبقى لي س ناقص واحد، وهنا س ناقص واحد راحوا مع بعض، فالدالة س في الآخر هي س. يبقى في الآخر نهى اللي هو كان طالبها بقى، دي كان طالب نهاية دالة س. فانا لقيت ان دالة س هي اسمها س في الاخر، يبقى انها س عندما س تقول لواحد هعوض عن س على طول بواحد فتديني واحد، هيكون الناتج او الاجابة رقم الف. شوف مسألة تانية. مسألة برضو من المسائل التقيلة، نخلي بالنا فيها. المسألة اللي فاتت كلها عادي مفيش مشكلة، ممكن ما نتخضش من شكلها، لكن هنا نبص على المسألة كويس. إذا كانت نهى عندما س تقول لمين 2 دالة س ناقص 5 ه س بتساوي 10، ودي معلومة كمان إن نهى لما س تقول لمين دالة س زائد ه س بتساوي 6. خلي بالك عندك نوعين من الدوال، في دالة اسمها دال ودالة تانية اسمها هي. دي دالة في س ودي أخرى دالة في س، بس دي اسمها ه ودي اسمها دال. نهاية طرحهم 2 في الأولانية ناقص 5 في الثانية بيساوي 10، ونهاية جمعهم بتساوي 6. هو طالب نهى دالة س على ه س عندما س تقول لمين. طيب ببساطة كده لما أجي أشتغل مسألة زي دي لازم أكون فاهم إن هو بيعرضني هنا لمعادلتين. المعادلتين اللي عندي نخلي بالنا منهم، من خواص النهايات إن أنا ممكن أوزع النهاية على عملية الطرح أو عملية الجمع، وبرضو على عملية القسمة أو الضرب. فنبص للجزء اللي فوق ده ونشوفه كده مع بعض بالراحة.
اللي هو نهى لما س تقول لميم 2 دال س ناقص 5 ه س. يعني انا ممكن اخد نهايه 2 دال س لوحدها ناقص نهايه 5 ه س لوحدها، ونهايه 2 دال س يعني عمليه توزيع كانك بتوزع عدد بتضربه في قوس مثلا، فبتقول 2 نهى عندما س تقول لمين دالة س. ناقص كده انا خدت النهاية مع اول دالة وخدت الاتنين بره لانها ثابت، ممكن اطلعها بره النهاية عادي. يبقى نهاية 2 دالة س هي 2 نهاية دالة س عندما س تقول لمين. ناقص هعمل نفس الكلام ده مع الخمسة، يبقى اخلي الخمسة بره واكتب برضو نفس الكلام، 5 نهى عندما س تقول لمين ه س. والكلام ده بيساوي 10. يبقى انا وزعت النهايتين. طيب كويس، نفس الكلام انا ممكن اعمله هنا مع المسألة مع الجزء دوت من التعريف اللي هو نهى عندما س تقول لمين دالة س زائد ه س بتساوي 6. برضه هدخل النهاية على دالة س وعلى ه س، فأقول هنا مفيش ثوابت، فعلى طول هقول له نهى لما س تقول لمين دالة س، قلنا دي دوال مختلفة، زائد نهى تاني لما س تقول لمين ه س. دي هتساوي كام يا جماعة؟ هتساوي 6. بص على المعادلتين اللي قدامك دول هتلاقيهم فعلا معادلتين، يعني اللي قدامي ده شكل معادلتين، شكل المعادلتين اللي قدامي ممكن احلهم. اه طبعا ممكن نحلهم مع بعض. ازاي؟ انا عندي في متغير هنا اسمه نهى دال س لما س تقول لمين، وهنا برضو نهى دال س لما س تقول لمين، وهنا نهى ه س لما س تقول لمين، وهنا برضو نهى ه س لما س تقول لمين. طيب كنا بنحل الكلام ده ازاي في ابتدائي او في تاني اعدادي، يعني اللي هي عمليه الحذف والتعويض لما يكون عندي معادلتين في مجهولين. فاعتبر نهى دالة س لما س تقول لمين مجهول، ونهى ه س لما س تقول لمين مجهول اخر. واضح ان دي 2 نهى دالة س. طب ما هنا 1 نهى دالة س. ايه رايكم لو انا ضربت المعادله اللي تحت دي في سالب 2 وجمعت؟ مش نهى دالة س لما س تقول لمين هتتشطب واقدر احصل على قيمه نهى ه س؟ طب تعالوا نشوفها كده، هنضربهم في سالب 2. احاول اغير بس لون القلم. هضرب هنا في سالب 2، وهنا برضو هتبقى دي بدل موجب هتبقى سالب 2، ونجمع المعادلتين. موجب 2 نهى دال س لما س تقول لميم، وسالب 2 نهى دال س لما س تقول لميم، بيتهيألي هتشطبوا مع بعض، وهيتبقى لي سالب 5 نهى ه س لما س تقول لميم، وهنا سالب 2 نهى ه س لما س تقول لميم. طيب يبقى سالب سالب هتبقى سالب زي ما هي، 2 و5 7 نهى لما س تقول لميم ه سين. فهمنا جو المسألة ماشي ازاي؟ يعني هي عبارة عن معادلتين، هنا 10 و6 لأني بجمع فهتبقى 16. يبقى إذا أنا عرفت قيمة نهى ه س لما س تقول لميم. نهى ه س لما س تقول لميم هتساوي لما س تقول لميم، هتساوي 16 أو سالب 16 على 7، ودي علاقة. طيب نرجع تاني لما أنا خلصت عرفت العلاقة اللي قدامي ديت، علاقة مهمة جدا. عرفت إن هي الناتج بتاع نهى دالة س لما س تقول لميم بتساوي سالب 16 ه س لما س تقول لميم بتساوي سالب 16 على 7. طيب
عايز اخد نفس المعادلتين تاني، بس المرة دي اتخلص من ه س. لو شفنا المعادلات كانت في الاول 2 لها دال س، ضربت التانية في سالب 2 عشان اتخلص من ه س من دالة س. طب دي معاملها سالب 5، سهل قوي ان انا اضرب المعادلة التانية في 5 واجمعهم برضو فيبقى شكلهم بالشكل الاتي. نشوفهم كده، هتبقى المعادلة الأولى 2 إنها لما س تقول لمين دالة س ناقص 5 إنها لما س تقول لمين ه س تساوي 10. المعادلة التانية هضربها في 5 فهتبقى 5 إنها س تقول لمين دالة س زائد 5 إنها س تقول لمين ه س هتساوي 6. هاخد خط واشوف برضو الناتج ايه. 2 و5 7 انها لما س تقول لمين دال س، وطبعا راحت دي مع دي لان انا عاملها عشان تروح، بتساوي 10 و6 16. فهنا 7 إنها دال س، يبقى 2 و5 دي 7 مظبوط كده، يبقى إنها دال س عندما س تقول لمين هتساوي هي كانت كام هنا؟ احنا كده جمعنا 2 و5 3 7 وهنا سالب 1 ماشي. يبقى هنشيل 7 دالة س لما س تقول لي، يبقى إنها دالة س لما س تقول لي مين بتساوي 7 16 أصلا. نمسح بس هنا، ده عفوا دي زائد 2 ماشي. يبقى انها دالة س لما س تقول لم بنقول بتساوي 16 على 7، اللي برضه في الحالة دي احنا ضربنا هنا في سالب، فلما ضربنا دي في سالب هتبقى سالب 5 سالب 5 هنا، ضربناها في موجب عادي فتبقى 5 نهى وهنا 5 نهى، هنا راحت دي مع دي يبقى 2 و5 7 وهنا 6 و10 16. يبقى نهى دالة س لما س تقول لمين بتساوي 16 على 7، نهى لما س سهم مين بتساوي 16 دالة س يعني بتساوي 16 على 7. طيب دلوقتي هرجع له بقى، انا كده جبت انها لما هي تقول لي س، لما هي س تقول لي ميم، لما س تقول لي ميم سالب 16 على 7، وجبت نهايه داله س لما س تقول لي ميم هتطلع 16 على 7. هو عايز انها قسمه الدالتين اللي هي داله س على ه س. لما بقول داله س على ه س لما س تقول لي 7، شوفها مع بعض كده، هتبقى عندي 16 هحطهم على بعض كده
يبقى نهى. نهى سين تقول لميم. على دالة سين. على نهى سين تقول لميم. هه سين. عملنا ايه كده؟ فصلت النهايتين، يعني ممكن اخد نهاية البسط على نهاية المقام. الكلام ده هيساوي، طبعا المسألة هنا ما فيهاش أي نهايات خالص، هي فيها بس عملية خواص النهايات اللي هي توزيع النهاية في حالة الطرح وفي حالة الجمع وفي حالة القسمة. يبقى نهاية دالة سين لما سين تقول لميم احنا جبناها اللي هي 16/7، ونهايتها لما سين تقول لما هي سين نهاية ه س لما س تقول لميم طلعت معايا سالب 16/7. يبقى لو شطبت دول مع بعض الناتج هيطلع سالب 1، هنا مكتوب 10 معلش، هي تطلع الناتج سالب 1. يبقى نهاية الدالة هتطلع بسالب 1. زي ما قلنا من الأول الدالتين دول ما فيهمش إيجاد النهايات، هي بس خواص النهاية، إزاي أتعامل مع النهاية مع عملية الطرح مع عملية الجمع مع عملية القسمة. يبقى بقول ممكن أوزع النهاية من الأول إنها لما س تقول لميم أوزعها على الدالة الأولى والدالة الثانية، وبرضه هنا أوزعها على الدالة الأولى والدالة الثانية. هيصبح عندك معادلتين تتعامل معادلتين كأنهم معادلتين جبريتين في متغيرين. المتغير الأولاني نهى دالة س لما س تقول لميم، المتغير الثاني نهى ه س لما س تقول لميم. وبعد كده هعمل عملية جمع أو طرح اللي هي عملية حل المعادلتين باستخدام الحذف أو التعويض، وهحصل على قيمة النهاية من غير الطرق اللي هي الضرب في المرافق أو التحليل أو كذا، لا دي عملية جبرية بحتة. بس يبقى عرفت إن أنا بوزع النهاية في حالة الطرح وفي حالة الجمع، وكمان المطلوب كان مطلوب توزيعها في حالة القسمة، يعني نهاية دالة س على ه س تبقى هي نهاية دالة س على نهاية ه س. طب ما أنا جبت نهاية دالة س كانت 16/7، وجبت نهاية ه س كانت سالب 16/7، فلما قسمتهم على بعض هيطلع معايا سالب 1، والنتيجة هتكون هي نمرة ج. وفي الحالة دي نبقى وصلنا لآخر مسألة. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.